السلام عليكم. هنا رانا في ملعب الدويره ونلاحظ انه العمليه تاع يعني التجزئه تاع الفضاءات الداخليه الكوازونمون يعني اللي خلق كل الغرف نتاع تبديل الملابس وما الى ذلك، كل ما هي يعني المرافق نتاع الملعب راهي قيد الاشغال. لاحظ هنا وضع المواد تاع الماسونري كدا، والعملية تاع وضع العازل تقرب من نهايتها. هذا يندر بأنه سوف يكون فيه وضع الكراسي في الأيام القليلة القادمة، وكذا الاشغال يعني تاع التسويه نتاع الارضيه اللي راهي كيما رانا نشوفوا يعني لو نيفلمون تاع التيران راهي يعني على قدم وساق. كذلك تندر بقروب بدايه وضع النظام تاع التصريف المياه. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.